معانا لقاء مع الكابتن يحيى الدرع، لاعب ونجم المنتخب الوطني لكرة اليد. يحيى، انا مش هقول لك غير حاجه، غير كلمه واحده بس، شكرا، شرفتونا. عايز انقل لك تحيات الشعب المصري كله، مصر كلها فخوره بيكم، بشكركم، وكلنا في الحقيقه فخورين باللي انتوا عملتوه النهارده وخرجتم من الباب الكبير. يعني طبعا مش هنقدر نقول غير الحمد لله، الحمد لله على كل حاجه، يعني دي اراده ربنا. المهم احنا عرفنا قيمه نفسنا، والناس شافت قيمه فريق منتخب مصر كره اليد عامله ازاي، وان احنا نقدر نحقق ايه، وطموحنا واحلامنا مش هيقف هنا، دي بدايه مش النهايه. كاس عالم في ارضنا، وكان نفسنا نوصل لمدى ابعد من كده، وكنا نقدر، بس الحمد لله الحمد لله ما حدش بخل بنقطه مجهود، ما حدش اتاخر عن الفريق. بحب اشكر طبعا كل الجمهور واصحابنا وعائلتنا اللي عارفين ان هم واقفين في ظهرنا من اول يوم لحد دلوقتي، ويا رب يا رب دايما نكون مشرفينهم. كان نفسنا طبعا نفرحهم، بس الحمد لله. مهم يكونوا متاكدين ان احنا طلعنا كل اللي عندنا. يحيى، كنت بعمل لقاء مع هانسن لاعب منتخب الدنمارك، كان توج 3 مرات قبل كده بافضل لاعب في العالم، وكان بيقول لي ان دي اهم مباراه في كارير بتاعه، اهم مباراه في مسيرته امام هذا الجيل الرائع من لاعبي منتخب مصر. بالتاكيد ده بيعكس مدى رجوله لاعبتنا ومدى الاداء الرائع اللي قدموه داخل داخل المباريات اللي قدمها منتخب مصر فيه خلال البطوله. طبعا يعني حاجه كبيره طبعا ان انت توصل مع فريق زي الدنمارك، فريق بطل عالم، فريق في كم اللعيبه دي، وفي ناس مصنفه عالميا من احسن اللعيبه، ان انت تبقى ماشي معاه ند بند، وان انت تخليه مهزوز وتخليه مقلق ومخليه مش عارف يلعب لعبه، وان انت توصل معاه للبرفورمنس ده لحد الاخر، اكسترا تايم في اكسترا تايم، وفيتنس بتاعك شايلك ومكمل، وعندك امل وعندك طموح، يعني كفايه طبعا ان ايدينا الفرحه اللي هم فرحوها بعد ما الماتش خلص، وان احنا وصلنا البلتياد خلاص حظ وحاجه يعني مش بايدينا. بس في الاول وفي الاخر احنا خسرنا الحمد لله طبعا، بس ان شاء الله هنقدر نعوضها في البطولات اللي جايه، وان شاء الله نقدر نوصل لمدى ابعد من كده.